رغم ما تعرض له العراق من سلب لآثار وقطع نادرة أثناء الغزو الأمريكي له، إلا أن ثمة حماة لمخطوطات نادرة أخذوا على عاتقهم إنقاذها من العبث والاندثار، مرممون عراقيون يسعون بجهود دؤوبة للحفاظ على موروث عراقي لا يقدر بثمن. هنا في ملحق بالمتحف الوطني العراقي يمسح عامل الترميم مخطوطا من القرن السابع عشر كجزء من مهمة ترميم دقيقة للحفاظ على 47,000 نص ثمين. في العراق وفي بلد يحمل ندوب عقود من الصراع وتعرض الآثار والتراث الثقافي للنهب بشكل منتظم، تمكنت مجموعة دار المخطوطات من البقاء على قيد الحياة مقاومة عوامل الاندثار. نتحدث عن دار في خزانتها 47,000 مخطوطة. هذه المخطوطة مجموعة من المخطوطات باللغة العربية واللغة الفارسية والتركية والعبرية والكردية ومجموعة لغات تمثل تنوعا ثقافيا هائلا وكبيرا، فضلا عن الرقعة الخطية. الرقعة الخطية هي اللوحات المكتوبة بأيدي كبار الخطاطين العرب والأجانب. ورغم تعرض المتحف الوطني للنهب في الاضطرابات التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، فإنه تم إخفاء هذه المخطوطات بأمان. تضم المجموعة الموجودة الآن في المتحف الوطني بالعاصمة بغداد كتبا ومخطوطات وألواحا خطية تضرر بعضها بسبب الرطوبة والآفات وقرون من الاستخدام. يعني احنا ممكن 3 أشهر أكثر احنا ويا نفس المخطوط، فمن بعدين نشوف النتيجة النهائية شلون وصلناه. ممكن ما بي غلاف، ممكن يعني أوراقه مفككة نخيطة ونجلدة، نفرح احنا أكيد من نشوف هاي النتيجة النهائية اللي وصلنا لها. واحد من 7 عمال ترميم عراقيين يخضعون حاليا للتدريب بتمويل من السفارة الإيطالية لمساعدتهم على تنفيذ مهمة الترميم الضخمة الخاصة بهم. العملية الأكثر تعقيدا هي تقرير ما يجب القيام به وكيفية التعامل مع المخطوطة وتقييمها ومحاولة فهم أصل كل قطعة. مهمة وطنية وتاريخية يطلع بها حماة المخطوطات حفاظا على موروث عراقي لا يقدر بثمن. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع من بغداد حيدر فرحان رئيس جمعية الأثريين العراقيين. ننتظر جهوز السيد حيدر فرحان. يعني رشيد، هذا الموضوع جدا مهم، هذه الكتب ثرية وغنية وتتعلق بثقافات متنوعة ومتعددة وبلغات عربية وفارسية وغيرها. أنا أقدر دائما هذا المجهود، يعني إنقاذ هذه المخطوطات وهذا الإرث والموروث الحضاري. أعتقد أن السيد حيدر فرحان رئيس جمعية الآثار من العراقيين موجود معنا من بغداد. صباح الخير سيد حيدر. معكم حياكم الله. نعم سيد حيدر، إذا حدثنا عن هذا المشروع، يعني الحفاظ على 47,000 من الكتب والمخطوطات القديمة، أهمية رقمنتها بالنسبة للعراق وبالنسبة أيضا للتراث العربي. نعم، في البدء أود أن أوضح مسألة مهمة جدا، أنه هذا المشروع لم يكن وليد اليوم، وإنما هذا منذ عام 2007 كانت هناك لجنة برئاستي لإنقاذ المخطوطات التي حفظت قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 في أحد الملاجئ النووية في منطقة أم الطبول في اليرموك، وتم إنقاذ هذا الإرث الحضاري من المخطوطات، وهو العدد ليس 47,000 كما يشاع، وإنما هو 58,000 مخطوط عراقي متنوع في اللغات العربية والفارسية والتركية، ويتألف من أكثر من 32 موضوعا أو علما مختلفا في التاريخ والجغرافيا والرياضيات والفقه والحديث، وحتى هناك نسخ من القرآن الكريم منسوبة إلى الإمام علي عليه السلام، إنه مكتوبة بخط أو بيد الإمام علي عليه السلام، وقمنا بإعادتها إلى المتحف العراقي، وكانت في حالة
يرثى لها. القضية الأخرى المهمة في هذا الأمر، تشكلت لجنة أيضا في عام 2007 لغرض إنجاز الصيانة الدورية على هذا الإرث الحضاري، لكن من المؤسف أن هناك أيادي خفية منذ عام 2007 كانت تمنع إجراء هذه الصيانة، رغم أن المخطوطات كانت في حالة يرثى لها. ومع ذلك نقول أنه تأخير المشروع خيرا من أن لا يقام. أما على مدى أهمية هذا المشروع، فبالتأكيد أن نجاح هذا المشروع وإعادة الحياة لهذه المخطوطات سيزيد من معلوماتنا على المستوى التاريخي والجغرافي والعلمي المختلف، وربما يغير كثيرا من الآراء ووجهات النظر التي وردت في متون التاريخ في الفترات السابقة. يعني سيد حيدر، ربما هنا يحضرني هذا السؤال. نتحدث منذ الغزو الأمريكي عمليا تم سلب الكثير عمليا من المخطوطات ومن الموروث العراقي العريق، تبقى ربما هذه الوثائق، وهناك جنود مجهولون استطاعوا أن يبقوا على هذه الوثائق رغم الظروف التي كانت فيها. نتحدث اليوم عن إنقاذ التاريخ عمليا. كثير ربما من الأجيال لا تعرف ما معنى أن ننقذ التاريخ. ماذا يعني أن ننقذ هذه المخطوطات والوثائق وأن ننقذ تاريخ العراق العريق؟ واقعاً التاريخ والآثار التي هي جزءاً مادي من التاريخ هو يمثل الهوية الحضارية لكل بلدان العالم، وبالتالي الأمة التي ليس لها تاريخ عريق لا تستطيع أن تقوم من كبوتها. نحمد الله أنه العراق على مر العصور منذ فجرة الحضارة كانت أرضه خصبة بتجدد الحضارات المختلفة رغم ما يحيط به من كثير من الكبوات، لكن كان ينهض استنادا إلى هذه الحضارة. لكن لو عدنا قليلا إلى أن النهضة الأوروبية ما قامت إلا على أساسين: الأساس الأول على استنهاض الهمم لما يمتلكونه من خزينة حضاري، والآخر مواصلة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة. لذا قضية التعريف وقضية الحفاظ على الأرث الحضاري هو حقيقة الحفاظ على الهوية الحضارية وعلى النسيج الحضاري لكافة البلدان ومنها العراق. من المؤسف أن الآثار العراقية أصابها الكثير من الإهمال، سواء على مستوى الإهمال الحكومي، وأصابها الكثير من التجاوزات من قبل مواطنين ومن قبل القوات التي غزت العراق في عام 2003، وحتى من الأنظمة السابقة التي أتلفت الكثير من هذه الآثار. لكن مع ذلك نقول أنه البدء بمشاريع إعادة تأهيل آثار العراق ومن ضمنها المخطوطات موضوع هذه الحلقة هذا اليوم، بالتأكيد سوف يعطي دلالة واضحة للأجيال القادمة على أنهم يعيشون على أرض عاشت فيها الحضارات على مدد و آلاف السنين المختلفة. طيب سيد حيدر، هكذا مشاريع تحتاج إلى أموال لشراء أدوات متخصصة ولتوظيف المزيد من الموظفين، كيف تواجهون هذه العقبات؟ في الواقع ليست لدينا أي نقوصات لا في الأجهزة ولا في عدد الموظفين. منذ عام 2005 تم شراء مشفى كامل لصيانة المخطوطات، وحاليا موجود في المتحف العراقي في مختبرات المتحف العراقي، لكنه لم يستثمر ولم يستغل هذا المشفى المتكامل. ثانيا على مستوى الأيدي العاملة والموظفين المختصين، حقيقة لدينا كادر متمكن في هذا الجانب، فضلا عن أن هناك متاحف أخرى عراقية تعود إلى مؤسسات أخرى قدمت يد العون، منها متحف الكفيل ومتحف الإمام الحسين. وتتلقون أيضا دعم من المكتبة الوطنية الفرنسية في هذا الموضوع. نعم، تتلقون دعم من المكتبة الوطنية الفرنسية على ما أعتقد. نعم بالتأكيد. فاتني أن أذكر هذه القضية. يعني نعم الفرنسيين الزملاء الفرنسيين أيضا قدموا يد العون، لكنه المشكلة ليست مشكلة أدوات وليست مشكلة أيادي عاملة وموظفين مختصين، وإنما كانت هناك أيادي خفية تحاول عرقلة البدء بهذا المشروع الذي رسمناه منذ عام 2007، وبقى هذه المخطوطات راكدة في أماكنها لأكثر من
على كل حال جهودكم مباركة سيد حيدر فرحان رئيس جمعية الآثاريين العراقيين، كنت معنا من بغداد، شكرا لك على كل هذه